اقترح كمان لما شيخة الازهر والدكتور احمد طيب ان ليه هم ما يحطوش لده ضوابط وحدود للناس اللي بتتكلم باسم الازهر وباسم الدين وهم مش تابعين ليهم. لا انا بس يا جماعه عاوزكم تاخدوا بالكم من حاجه معينه، عشان ده سؤال بيتكرر. ليه الازهر ما بيمنعش؟ ليه الازهر ما بيع؟ الازهر مش جهه تنفيذيه ولا قضائيه، الازهر مؤسسه تعليميه. يعني الازهر مالوش سلطه على الناس تجبر الناس على غلق مواقع وعلى غلق قنوات وعلى محاسبه متحدثين. الازهر بيبين لتبينونه للناس ولا تكتمونه، ده دور الازهر، ان احنا ندعو الى الخير، نامر بالمعروف، ننهى عن المنكر. انما لينا سلطه؟ لا، خلاص كل واحد حر في نفسه. هو في هناك جهات منوط بها، يعني افرض واحد طلع قال معلومه دينيه خاطئه، ده اللي انا قصدي، ده اللي اقصد عليه، الازهر بيطلع ويصحح المعلومه بس. انما هل يستطيع؟ لكن ما يهاجموش. يقدر؟ لا، يقدر الازهر؟ لا، ممكن يهاجم الشخص علشان بيتطاول على الذات الإلهية، أو بيتطاول على أمهات المؤمنين، أو بيتطاول على الدين. صح. لا، نهاجم الشخص طبعا إذا كان في نوع من أنواع التجاوز. تمام. إنما هذا الهجوم هجوم مشوب بالأدب، هجوم مصحوب بالاحترام، هجوم بغير تطاول على أعراض أو خلافه. إنما في نفس الوقت ما نقدرش، أو الأزهر ما يقدرش يقول إيه، أوقفوه، امنعوه، احبسوه. لا، دي ليست مهمة الأزهر الشريف بحال من الأحوال، إنما دي في بقى جهات أخرى هي التي تقوم بهذه المهام إذا رأت ضرورة لذلك. وإحنا شخصيا ما بنحبش حد يسكت، بنحب كله يتكلم، لأنك لما تتكلم في النور والعلن الحقيقة دوت بيدينا فرصة نصحح الفكر. صح. المعوج أو المعلومة الخاطئة، لأن مش كل الناس بيتكلموا بضمائر سيئة. لا، في ناس ضمائرهم سليمة وبيتكلم الكلمة تحتاج إلى توضيح وإلى بيان.